السلام عليكم، يا رب حضرتك تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع المحاضره الثانيه في جزء الانفرا تمبرال فوسه. طبعا المحاضره اللي فاتت كنا بدانا في الانفرا تمبرال فوسه، وخدنا الاول ما هي التمبرال وما هي الانفرا تمبرال فوسه، ثم بعد كده بدانا ناخد النيرفز اللي احنا خدنا فيها المانديبولار نيرف والماكسيلاري نيرف، ثم خدنا الجانجليا اللي اسمها الاوت جانجليون. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من الانفرا تمبرال، هناخد فيه السفينو بالاتاين جانجليون، هناخد الماكسيلاري ارتري، هناخد اخيرا التريجويد فينوس بلكسس نختم بيها. تعالوا بقى نشوف موضوعاتنا النهارده واحد واحد كده ونتكلم فيهم ونحاول نفهمهم سوا ان شاء الله. قبل ما ابدا محاضره النهارده عاوز اوري حضراتكم حاجه. طبعا الرسمه اللي قدامكم ديت فاكرين من المحاضره اللي فاتت كانت عباره عن اللي انا علمت عليه ده، كان الانفرا تمبرال فوسه زي ما قلنا المره اللي فاتت. وطبعا عارفين ان الجزء ده كان اسمه اللاترال تريجويد بليت، وده كان الباك اوف ماكزيلا اللي هو الماكزيلاري تيوبروستي. اللي عاوز بقى نعرفه النهارده الشق اللي موجود بينهم ده، في شق موجود اللي انا علمت عليه حالا ده بنسميه تريجو ماكزيلاري فيشر. وحضراتكم فاكرين الاسم ده المره اللي فاتت، التريجو ماكزيلاري فيشر اللي كان الماكزيلاري نيرف بيعدي فيه من التريجو بالاتاين فصه يروح للانفرا تمبرال فصه. وبالتالي الشق اللي انا همسح تاني اهوت عشان خاطر اوري حضراتكم تاني، الشق اللي انا معلم عليه ده بين التريجويد بليت والماكزيلا، فسميناه تريجو ماكزيلاري فيشر. الشق ده يا جماعه رابط مكانين اتنين ببعض، مكان اللي متعلم بالاسمر اللي انتوا شايفينه اللي اسمه الانفرا تمبرال فصه، ومكان جواه انتوا ما انتوش شايفينه ولا انا شايفه دلوقتي لان هو موجود جواه. اللي موجود جواه ده اسمه تريجو بالاتاين فصه. يبقى الشق ده جواه بيكون مختلف في حفره كده اسمها تريجو بالاتاين، لانها بين التريجويد بين عظم او بين اجزاء التريجويد بليت، وقدامها هنلاقي الهارد بلد بقى او بنسميه الاسم الثاني اسفينو بالاتاين، لان التريجويد دول جزء من اجزاء الاسفينويد بون. فيبقى بين هو قدام بيبقى فيه البلت، يعني الفصه دي قدام بيبقى فيه البلت، ورا بيبقى فيه الاسفينويد بون او التريجويد بليت، وبالتالي سميناه اسفينو بلاتاين فصه او تريجو بلاتاين فصه، الاثنين واحد. يبقى الشق اللي قدام حضراتكم ده اسمه تريجو ماكزيلاري، لانه بين التريجويد بون والماكزيلاري بون او التريجويد بليت والماكزيلاري بون الباك بتاعها. جواه بقى بيكون في فصه اسمها تريجو بلاتاين فصه او سفينو بلاتاين فصه. الفصه دي بيكون فيها جانجليا اسمها سفينو بلاتاين جانجليون او تريجو بلاتاين جانجليون بناء على الاسم اللي هي موجوده فيه. يبقى احنا المره اللي فاتت خدنا جانجليا كانت موجوده في الانفرا تمبرال فصه اللي كانت اسمها الاوت جانجليون، الجانجليا اللي هناخدها حالا اللي اسمها سفينو بلاتاين جانجليون دي موجوده جوه الشق اللي حضراتكم شايفينه ده، ويبقى اسمها سفينو بلاتاين جانجليون او تريجو بلاتاين جانجليون لانها موجوده في فصه اسمها تريجو بلاتاين فصه او سفينو بلاتاين فصه. تعالوا بقى ناخد الجانجليا دي اللي اسمها السفينو بلاتاين ونتكلم عنها بالتفصيل. اول حاجه معانا النهارده هي السفينو بالاتاين جانجليون، الجانجل اللي قلنا عليها موجوده في السفينو بالاتاين فصه او التريجو بالاتاين فصه. بيبدا اول حاجه يقول لحضراتكم ديت اكبر بارا سمباثيك جانجليون موجوده في الهيد، ذا لارجست بارا سمباثيك جانجليون ان الهيد. ومن الكلمه ديت بما ان قال ان هو بارا سمباثيك يبقى اكيد هيكون اللي عامل فيها ريلي هو البارا سمباثيك روت زي ما قلنا في الاوت جانجليون، فيقول ات ذا لارجست بارا سمباثيك جانجليون في الهيد. والكلمه دي بتيجي كتير قوي في الامتحانات يا جماعه، من هي اكبر بارا سمباثيك جانجليون موجوده في الهيد؟ هي السفينو بالاتاين. الاسم الثاني بتاعها بيقول لي which is also known as التريجو بالاتاين جانجليون، هي موجوده في السفينو بالاتاين فصه او التريجو بالاتاين فصه الاثنين واحد، هيبقى بناء عليه اسمها سفينو بالاتاين جانجليون او تريجو بالاتاين جانجليون. عاوز بعد كده يقول لحضراتكم تلات عناوين، حاجه اسمها البوزيشن مكانها فين، حاجه اسمها الروتس ايه هي الجذور بتاعتها، زائد ان احنا هناخد البرانشز ايه النرفات اللي تطلع منها، ايه التفرعات اللي تطلع منها بعد كده. الروتس طبعا كعاده الجانجليا بنقول ان بيكون في بارا سمباثيك روت وده اللي بيعمل ريلي، بيكون في سمباثيك روت ده بيعملش ريلي، ومعانا روت كمان بيكون يا سنسوري يا موتور وما بيعملش ريلي برضه، هنا هيكون سنسوري. وبالتالي احنا هنحتاج ندرس البوزيشن، هنحتاج ندرس الروتس اللي هم البارا سمباثيك والسمباثيك والسنسوري، هنحتاج ندرس البرانشز. بنبدا اول حاجه البوزيشن مكانها فين، بيقول ديت موجوده في التريجو بالاتاين فصه. ولو حضراتكم تفتكروا من المحاضره اللي فاتت من الماكسيلاري نيرف كنا بنقول الماكسيلاري نيرف وهو في التريجو بالاتاين فصه كان بيقوم جاي منزل برانشين اتنين بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، يقوموا جايين معلقين الجانجليا اللي اسمها تريجو بالاتاين جانجليون او سفينو بالاتاين جانجليون. فيقول مكانها بيكون فين، بيكون موجود في التريجو بالاتاين فصه متعلقه بجانجليونيك برانشز من الماكسيلاري نيرف زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت. ولازم نعرف هنا انها فانكشنال ريليتد بعصب، العصب ده هو الكرينيال رقم 7 اللي هو اسمه الفيشيال نيرف. وهنا نفتكر الاوبتيك جانجليون كانت فانكشنالي ريليتد لمين، كانت للناين سكرينيال نيرف اللي اسمه الجروسو فارينجيال، انما السفينو بالاتاين كانت ريليتد للسيفن سكرينيال نيرف. يبقى على قد حاله لو عاوزين نعمل مقارنه كده بين السفينو بالاتاين والاوبتيك جانجليون،
الاوبتيك بارا سمباثيك والسفينو بارا سمباثيك، بس السفينو هي اللارجست، هي اكبر واحده. الاوبتيك موجوده في الانفرا تمبرال فصه، السفينو موجوده في السفينو بالاتاين فصه. كنا بنقول انها ريليتد، اللي هي الاوبتيك كانت فانكشن ريليتد للعصب اللي هو الجلوسوفارينشال اللي هو الناين سكرينيال نيرف، انما السفينو كانت فانكشن ريليتد للسيفن سكرينيال نيرف اللي هو الفيشيال نيرف. نيجي بعد كده الاوبتيك كانت ليها بارا سمباثيك وسمباثيك وموتور روت، انما السفينو ليها بارا سمباثيك وسمباثيك والسنسوري روت. تعالوا بقى كده ارسم لحضراتكم رسمه الباراسمباثيك روت ونرجع نبص عليها تاني هنا ونقرا الكلام ده بالتفصيل. اول حاجه عاوزكم تعرفوا معلومه وتزودوها لي كده، ان الاوبتيك جانج اللي نكتبولي جنبها انها كانت طول باروتيد جلاند، دي رحل الباروتيد جلاند، انما السفينو بالاتاين جانجليون ديت رحل اللاكريمال جلاند، الغدد الدمعيه اللي موجوده في العين. يبقى احنا عندنا كمان فرق اهوت زودوه حضراتكم عندكم، ان الاوبتيك جانجليون كانت طول باروتيد جلاند للغده اللعابيه اللي اسمها الباروتيد جلاند، انما السفينو بالاتاين جانجليون دي كانت رحل اللاكريمال جلاند اللي هنتكلم عنها حالا هي السفينو بالاتاين جانجليون. بيقول لي اول حاجه بنيجي نبص نلاقي، طبعا احنا كان عندنا جزء البرين ستيم اللي هو جزء المخ كان ميد برين، وكان في منطقه اسمها البونز ومنطقه اسمها الميدالة، ميد برين وبونز وميدالة. بنيجي نبص نلاقي في نيوكليس، النيوكليس ديت موجوده في البونز تحديدا، موجوده في جزء البونز هنا. النيوكليس ديت عباره عن تجمع رؤوس خلايا، النيوكليس ديت اسمها لاكريماتوري نيوكليس، لاكريماتوري نيوكليس. يبقى احنا عندنا النواه اللي بيطلع منها العصب الباراسمباثيك اللي انا هتكلم عنهم حالا هم الباراسمباثيك روت بتاع السفينو بالاتاين، الباراسمباثيك روت بتاع السفينو بالاتاين. بيقول ده كده جزء البرين ستيم كان عباره عن ميد برين وبونز وميدالة. البونز كان فيها نيوكليوس اسمها اللاكريماتوري نيوكليوس، نلاقي طالع منها عصب، العصب ده اللي هو طبعا مين؟ اللي هو الباراسمباثيك اللي رايح للسفينو بالاتاين. اول ما يطلع منها يبص يلاقي في وشه في عصب موجود، العصب ده هيكون هو الفيشيال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 7، هيلاقي الفيشيال نيرف قدامه هيقوم جاي داخل فيه. يبقى طلع من اللاكريماتوري نيوكليوس في البون دخل الفيشيال نيرف، بعد كده بيفضل ماشي مع الفيشيال نيرف لحد ما يوصل لمنطقه اسمها الميدل اير، يعني الفيشيال نيرف هيوصله لحاجه اسمها الميدل اير. بيقول لي بيسيب الفيشيال نيرف عند الميدل اير ويبقى اسمه جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف، هيسيب الفيشيال نيرف. الاول عاوز اقول لحضراتكم ان المنطقه دي كده هيبقى هي الميدل اير اللي انا معلم عليها دي، الميدل اير، هيسيب الفيشيال نيرف عند الميدل اير ويتحول اسمه يبقى جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف. يبقى دلوقتي معانا جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف. الجريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف ده بنبص نلاقي قام جاي داخل في نيرف تاني، النيرف ده هيبقى اسمه الديب بتروزال نيرف. يبقى الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف دخل نيرف اسمه الديب بتروزال نيرف، تاني الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف في الميدل اير دخل نيرف اسمه ديب، ده كان جريتر سوبرفيشال بتروزال، دخل واحد اسمه الديب بتروزال نيرف. واول ما دخل مع الديب بتروزال نيرف هنعرف ان شاء الله ان هيكون في نيرف تاني موجود في الديب بتروزال ده هيكون عباره عن سمباثيك، هنعرف ان بيكون في نيرف كمان عباره عن سمباثيك ماشي فيه، النيرفين مع بعض يقوموا جايين متجمعين ومكونين نيرف هنا اسمه نيرف تو تريجويد كانال، النيرف اللي هيكونوه هنا اسمه نيرف تو تريجويد كانال. تاني كده الحته دي احنا عندنا البري جانجليونيك فايبر اللي هي الباراسمباثيك طالعه من النيوكليوس، هعلم عليهم بقى كاسهم اهوت. النيوكليس دي كانت اسمها اللاكريماتوري نيوكليس، موجوده فين؟ موجوده في جزء البونز. كان بيطلع بيلاقي في عصب قدامه، العصب ده اللي انا معلم عليه حالا ده كده الفيشيال نيرف، كان بيمسك مع الفيشيال نيرف لحد ما يروح الميدل اير، اول ما يروح الميدل اير يسيب الفيشيال نيرف ويبقى اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف. الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف ده بيقوم جاي داخل في الديب بتروزال نيرف، الديب بتروزال نيرف ده هنعرف ان فيه بيقوم جاي عصب سمباثيك ماسك مع الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف والعصبين الاثنين مع بعض يقوموا جايين مكونين عصب اسمه نيرف تو تريجويد كانال، نيرف تو تريجويد كانال او اسمه الفيديان نيرف. الفيديان نيرف ده بيقوم جاي ماشي في قناه اسمها التريجويد كانال، ما هو اسمه نيرف تو تريجويد كانال، يعني النيرف اللي هيمشي في التريجويد كانال. ايه هي التريجويد كانال دي؟ التريجويد كانال دي يا جماعه الوصله بين الميدل اير اللي هي الاذن الوسطى والتريجو بالاتاين فصه. التريجويد كانال دي هي الوصله اللي موصله الميدل اير بالتريجو بالاتاين فصه، ده كله هو كان في الميدل اير، يعني المنطقه دي كلها موجود في الميدل اير. عاوز يسيب الميدل اير بقى ويطلع بره عشان يروح للتريجو بالاتاين فصه لمكانه، بيقول لي يقوم جاي ماشي في طريق اسمه التريجويد كانال. التريجويد كانال دي تقوم جايه مطلعاه من الميدل اير موديه
التريجو بلاتاين فوسا، وبالتالي هو دلوقتي بقى موجود فين؟ بقى موجود في التريجو بلاتاين فوس، قام جاي ماشي في الكنال وبقى موجود في التريجو بلاتاين فوس. اول ما يخش التريجو بلاتاين فوسا يلاقي الجانجليا بتاعتنا اللي هي اسمها السفينو بلاتاين جانجليون موجوده في المنطقه دي كده، يقوم جاي داخل فيها. هي موجودة فين؟ موجودة في السفينو بلاتاين طبعا، فهيقوم جاي داخل في السفينو بلاتاين. تاني كده الحتة دي كنا بنقول ان اول حاجة خالص العصب ده طالع من نيوكليوس اسمها لاكريماتوري نيوكليوس، موجودة فين؟ موجودة في البونز. تلاقي قدامها عصب، العصب ده هو الفيشيال نيرف، تخش فيه لحد ما توصل الميدل اير. اول ما توصل الميدل اير يبقى اسمها جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، اللي تمسك مع الديب بتروزال نيرف عشان تكون نيرف توتريجويد كانال اللي هو اسمه الفيديان نيرف. النيرف ذو التريجويد كانال ده عاوز يسيب الميدل اير بقى ويروح التريجو بلاتاين فصة، يعدي في قناه اسمها التريجويد كانال، واول ما يروح هناك هيلاقي الجانجليا هناك، يقوم جاي داخل فيها وعامل ريلاي، وده كده اسمه البري جانجليونيك. اكيد في اعصاب هتطلع على هيئه بوست جانجليونيك. بقول لحضراتكم البوست جانجليونيك بتمشي تلاقي المجزلري نيرف موجود. المجزلري نيرف ده كان فيه نيرف لو تفتكرهم في التريجو بلاتاين فوسا كان اسمه الزيجوماتيك. الناس اللي فاكره المجزلري نيرف كان فيه في التريجو بلاتاين فوسا نيرف اسمه الزيجوماتيك. فنبص الاول نلاقي، انا هعمل البوست جانجليونيك لفوق عشان بس اوفر مكان. نفترض ده كده المجزلري نيرف اهو، نيجي نبص نلاقي المجزلري نيرف في برانش منه اسمه الزيجوماتيك نيرف، والزيجوماتيك نيرف ده بيكون زيجوماتيك وتمبرال وزيجوماتيك وفيشيا. نلاقي البوست جانجليونيك قام الاول داخل في مين؟ دخل في المجزلري نيرف، وبعد ما دخل في المجزلري نيرف خد انهي طريق من طرق المجزلري نيرف؟ راح للزيجوماتيك برانش، وبعد ما راح للزيجوماتيك برانش بقول لحضراتكم ان هو بيخش في الزيجوماتيك برانش، وبعد كده ياخد طريق الزيجوماتيك وتمبرال، ياخد طريق الزيجوماتيك وتمبرال لحد ما يوصل للغده اللي اسمها اللاكريمال، او بعد كده كمان هنعرف ان هو هيلاقي هنا نيرف، النيرف ده كده هيبقى اسمه اللاكريمال نيرف، هيقوم جاي رايح لللاكريمال نيرف ده وياخد طريق اللاكريمال نيرف لحد ما يوصل للغده اللي اسمها اللاكريمال جلاند. هقول البوست جانجليونيك تاني. البوست جانجليونيك بيطلع من الجانجليا يخش في الزيجوماتيك نيرف، يخش اسف الاول في المجزلري نيرف ثم الزيجوماتيك نيرف ثم الزيجوماتيك وتمبرال ثم بعد كده يروح اللاكريمال نيرف عشان يوصل لللاكريمال جلاند في الاخر كسكريتو موتور فايبر. سكريتو موتور فايبر معناها خاص بالافراز. تعالوا نقول الباراسمباثيك كله تاني، انا عارف ان هو معقد ولكن تعالوا نقوله سوا تاني. اول حاجه كان بيطلع من نيوكليوس اسمها اللاكريماتوري نيوكليوس، موجوده فين؟ موجوده في البونز. بعد كده يقوم جاي داخل في الفيشيال نيرف ويخلي الفيشيال نيرف يوصله للميدل اير، اللي هقوله كله حالا ورا بعضه ده في الميدل اير. بيقول لي اول ما يخش الميدل اير يسيب الفيشيال نيرف ويبقى اسمه جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف عشان يخش الديب بتروزال نيرف، ثم بعد كده يمسك مع واحد السمباثيك هنعرفه حالا عشان يكون واحد اسمه الفيديال نيرف او النيرف دوت تريجويد كانال. اللي عاوز يسيب الميدل اير فيعدي في التريجويد كانال يلاقي نفسه بقى في التريجو بلاتاين فوس، يقوم جاي داخل الجانجليا. بعد كده الجانجليا ده كله كده بري جانجليوني. البوست بقى بيقول ان البوست بيقوم جاي رايح للمجزيلاري نيرف، يخش في الزيجوماتيك برانش، يخش في الزيجوماتيك وتمبرال، ثم بعد كده يخش في اللاكريمال نيرف اللي يوصله اللاكريمال جلاند. عشان كده لو تفتكروا في المجزلري نيرف لما كنا اتكلمنا عنه لما جينا خدنا جزء الزيجوماتيك قلت لحضراتكم عدوه حالا، بس انتوا لو جيتوا بقى بصيتوا عليه هتلاقوا مكتوب في الزيجوماتيك نيرف في المذكره صفحه 43 هتلاقوا مكتوب كاري البوست جانجليونيك سكريتو موتور فايبر، بيحمل البوست جانجليونيك سكريتو موتور فايبر من السفينو بلاتاين جانجليون لللاكريمال جلاند اللي هو الكلام اللي انا قلته اهو. بقى بيقول لي حتى ان هو بيخش الاوربت عن طريق الانفيرور اوربيتال فيشر، الكلام ده في صفحة 43 اللي كنت معديه من المحاضرة اللي فاتت وقلت لحضراتكم هقوله. كنا مكتوب عندكم اهوت ان الزيجوماتيك نيرف في صفحه 43 في الاخر خالص ان هو بيحمل بوست جانجليونيك سكريتو موتور فايبر من السفينو بلاتيل اللاكريمال جلاند زي ما قلنا حالا، اللي كان بيروح لللاكريمال نيرف يخش الاوربت عن طريق انفير اوربيتال فيشر، يمسك مع اللاكريمال نيرف عشان يروح اللاكريمال جلاند. اظن وضحت بالنسبه للناس بقى الموضوع كله. ده بالنسبه للروت اللي هو كان البارا سمباثيك روت. امال السمباثيك روت بقى، بيقول السمباثيك روت عندنا هنا بيحصل الاتي. بنيجي نبص نلاقي الثوراسيك سيجمنت بتاعت السباينال كورد، يعني اللي هعمله حالا ده كده الثوراسيك سيجمنت بتاعت السباينال كورد، الحبل الشوكي منطقه الثوراسيك. بيقول لي البري جانجليونيك بتكون طالعه من الابر ثوراسيك سيجمنت، طالعه من اول سيجمنت وتعمل ريلي في جانجليا جنبها تبع السمباثيك بليكسس اللي هي كانت السيرفايكال رقم واحد. لو تفتكرهم كان عندنا ثلاثه جانجليا، الكلام ده خدناه في الاوتونوميك في الفسيولوجي، كان يقول لحضراتكم ان احنا عندنا في السمباثيك جانجليا كانت تتكون حاجه اسمها السمباثيك تشين، كان اول حاجه كانوا داتا سيرفايكل. الكلام ده كله انا عاوزك تعديه بتاع السمباثيك ده وتوصل اللي انا عاوزه، بس
كان يقول لحضراتكم ان هو طالع من الابر ثوراسيك سيجمنت وعامل ريلي في السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون، ثم بعد كده هيبقى البوست بقى. ما هو ده كله اللي انا قلته حالا، ده البري اللي هو طالع من الابر ثوراسيك سيجمنت من التي 1 وعامل ريلي في السوبيريور سيرفايكال، ثم بيجي يبص يلاقي في ار 3، لان قايل لحضراتكم اي سمباثيك لازم يعمل بلكسس حوالين ار 3، هيلاقي في ار 3 موجود هنا. الار 3 ده اسمه الانترنال كاروتيد ار 3، وافتكروا دي بقى كويس قوي، البارس السمباثيك بتاع الباروتيد جلاند كان عامل بلكسس حوالين مين؟ كان عامل بلكسس حوالين الاكسترنال كاروتيد. امال السمباثيك بتاع الاوبتيك كان عامل بلكسس حوالين الميدل مينينجيال ارتري. امال البلكسس بتاع السمباثيك بتاع السفينو كان عامل حوالين الارتري اللي هو اسمه انترنال كاروتيد ارتري. هيقول لي هيجي البوست جانجليونيك هيعملوا بلكسس حوالين الانترنال كاروتيد ارتري زي ما انا رسمت حالا كده، ثم يكمل ويقول لحضراتكم من البلكسس دي هيطلع نيرف اسمه الديب بتروزال نيرف. بصوا كده فوق هتلاقي بيقول لحضراتكم الجريتر سوبرفيشال بتروزال هيمسك مع الديب بتروزال. ده كان الجريتر سوبرفيشال بتروزال، يقوم جاي ماسك مع الديب بتروزال، والاثنين مع بعض يقوموا جايين مكونين النيرف تو تريجويد كانال. يبقى النيرف تو تريجويد كانال ده كان عباره عن حاجه بارا سمباثيك وحاجه سمباثيك. الحاجه البارا سمباثيك كان اسمها جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، والحاجه السمباثيك كانت اسمها الديب بتروزال نيرف، والاثنين مع بعض بيكونوا الفيديال نيرف اللي هو نيرف تريجويد كانال. وبيقول لحضراتكم ده بيعدي الجانجليا وزاوت ريلي، السمباثيك ده بيعدي الجانجليا وزاوت ريلي، لان خلاص اللي عمل ريلي هو البارا سمباثيك. الروت الثالث هو السنسوري، بيقول ده عباره عن الياف جايه من الماكسيلاري نيرف بتعدي وزاوت ريلي، برضو عباره عن الياف جايه من الماكسيلاري نيرف بتعدي وزاوت ريلي. ده كده بالنسبه لي البارا سمباثيك روت والسمباثيك روت والسنسوري روت بتاع السفينو بالاتاين. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي مكتوب فيها مكتوب ازاي. الروتس بيقول ان البري جانجليونيك فايبر طالعه من اللاكريماتوري نيوكليس اللي هي موجوده فين؟ اللي هي موجوده في البونز. وانا هنا بقى حتى في المذكره عاملها لحضراتكم قبال بعض، فعاوزك دايما كل كلمه تقراها في السفينو بالاتاين بص على الناحيه الثانيه في الاوبتيك وشوف كان بيقول عكسها ايه. يجي بعد كده يقول ان هو اول ما بيطلع من اللاكريماتوري نيوكليس في البونز كان بيمسك في الفيشيال نيرف اللي هو السيفن سكرينيال نيرف. بعد كده بيقول بيسيب الفيشيال نيرف زي ما قلنا عند الميدل اير عشان يبقى اسمه جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف. يبقى الجريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف يا جماعه ده اللي شايل البارا سمباثيك. هيقوم جاي ملتقي مع حاجه سمباثيك اللي هي مين؟ اللي هي اسمها ديب بتروزال نيرف. وخدوا بالكم من حاجه، كان يعني عندنا حاجه اسمها ليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف ده اللي كان بيشيل البارا بتاع الاوبتيك، وعندنا حاجه اسمها جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف ده اللي بيشيل البارا بتاع السفينو بالاتاين، الليسر بتاع الصغيره والجريتر بتاع الكبيره. كان بعد كان في الاوبتيك يقول لحضراتكم الليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف يعدي هو مباشره في الفورامين اوفال ويعمل ريلي في الاوبتيك. هنا بقى يقول لحضراتكم الجريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف يمسك مع الديب بتروزال نيرف، والديب بتروزال نيرف ده سمباثيك، الديب بتروزال نيرف ده سمباثيك، والبار اللي هو الجريتر سوبرفيشيال مع السمباثيك اللي هو الديب بتروزال يكونوا من نيرف تو تريجويد كانال اللي اسمه الفيديال نيرف. الفيديال نيرف ده بما انه اسمه نيرف تو تريجويد كانال هيعدي في التريجويد كانال، وزي ما قلت لكم التريجويد كانال ده الطريق بين الميدل اير، ده الطريق اللي بين الميدل اير والتريجوي والتريجو بالاتاين فص. يبقى ده هينقل العصب من الميدل اير للتريجو بالاتاين فصة، واول ما يخش التريجو بالاتاين فصة هيمسك في الجانجليا ويعمل ريلي. ده كده البري جانجليونيك. امال بالنسبه للبوست جانجليونيك بقى، بيقول البوست جانجليونيك بيحمل على الزيجوماتيك برانش بتاع الماكسيلاري نيرف ويروح الاوربت عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر، ويقوم جاي داخل في واحد اسمه الزيجوماتيك وتمبرال، ثم بعد كده يخش في اللاكريمال، ومن اللاكريمال يروح لللاكريمال جلاند كسكريتو موتور فايبر زي ما رسمت لحضراتكم الرسم حالا. بالنسبه للسمباثيك قلنا كان بيطلع من الفيرست ثوراسيك سيجمنت ويعمل ريلي في السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون، مكتوبه اهوت البري جانجليونيك طالع من الابر ثوراسيك سيجمنت بتاع السباينال كورد ويعمل ريلي في السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون. اهم كلمه في الموضوع هو بيعمل بلكسس حوالين مين؟ ده بيكون بلكسس حوالين الانترنال كاروتيد. البوست جانجليونيك بتاع السمباثيك بتكون بلكسس حوالين مين؟ مهمه جدا، بتكون بلكسس حوالين الانترنال كاروتيد. ثم بعد كده بيقول لي من البلكسس دي بيطلع الديب بتروزال نيرف، يبقى الديب بتروزال نيرف ده سمباثيك. فوق قلنا الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف بيمسك مع الديب بتروزال نيرف، هنا بقى هنقول ان الديب بتروزال نيرف بيمسك مع الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف عشان يكونهم الفيديال نيرف، وده بيعدي وزاوت ريلي. يبقى الفيديال نيرف ده يا جماعه اول ما يروح الجانجليا بيكون فيه عصبين، عصب بارا سمباثيك اسمه الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف بيعمل ريلي، وعصب اسمه ديب بتروزال نيرف سمباثيك ما بيعملش ريلي. بالنسبه للسنسوري روت بيقول لحضراتكم ان هو بيجي من الماكسيلاري نيرف وبيعدي وزاوت ريلي. لما كنا بنقول الجانجليونيك فايبر اللي طالعين من الماكسيلاري نيرف
اللي هم البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك اللي كانوا بيعدوا كده وزاوية ريلي، مجرد هم بس بيعلقوا الجانجليا في المنطقة دي. ده كده بالنسبة للبوزيشن والروتس بتاعة السفينوبالاتاين، اعملوها مقارنة بينها وبين الاوبتيك جانجليا عشان يبقى الموضوع سهل عليكم. اعملوها مقارنة هتلاقوا الموضوع ان شاء الله سهل خالص. تعالوا بقى ناخد البرانشز اوف سفينوبالاتاين جانجليون. هرسم لحضراتكم رسمة البرانشز برضو عشان نرجع نقول الكلام بعدها. احنا كنا بنقول ان احنا عندنا الجانجليا اسمها السفينو بالاتاين جانجليون، قلنا عن كل الروتس اللي فيها خلاص. دلوقتي انا رسمت الجانجليا اهو، عاوز نعرف البرانشات بتاعتها بقى اللي بيكون طالع منها بيكون طالع ازاي. بيقول اول حاجة عندنا بيكون فيه حاجة اسمها بوست جانجليونيك فايبر. بوست جانجليونيك فايبر يبقى اكيد دي اللي عملت ريلي، يبقى يقصد بيها الباراسيمباثيك. طبعا ديت اللي كانت رايحة للماجزيلاري نيرف ومنه للزيجوماتيك نيرف ومنه للزيجوماتيك وتمبرال ومنه للاكريمال ومنه لبعد كده للاكريمال جلان، دي بنسميها البوست جانجليونيك فايبر. تاني حاجة بيقول لحضراتكم عندنا حاجة اسمها الاوربيتال برانشز. اوربيتال برانشز دي رايحة تغذي العظم بتاعت العين. اوربيتال برانش دول بيكونوا اتنين او تلاتة بيعدوا من الانفيريور اوربيتال فيشر. يعني احنا لو عاوزين نعمل برضو بيخشوا منين، بيعدوا من حاجه اسمها الانفيريور اوربيتال فيشر عشان يروحوا يغذوا العظم بتاع العين، اسمهم اوربيتال برانش. بعد كده بيجي عندنا برانش اسمه الفارينجيال برانش. الفارينجيال برانش ده بيقول لحضراتكم ان هو بيعدي من قناه، القناه دي اسمها بلاتو فاجينال. بلاتو فاجينال ديت قناه بتروح توديه بعد كده عشان يوصل لمين، يوصل للنيزو فارينكس. النيزو فارينكس اللي هو جزء الفارينكس اللي كان ورا النوز، اسمه الفارينجيال برانش. بعد كده عندنا حاجة اسمها الجريتر بالاتاين وعندنا حاجة اسمها الليسر بالاتاين. جريتر بالاتاين وليسر بالاتاين. الجريتر بالاتاين ده بيخش في قناة اسمها جريتر بالاتاين كانال، والليسر بيخش في قناة برضو اسمها الليسر بالاتاين فورامين او ليسر بالاتاين كانال. الفكرة كلها ان الجريتر بالاتاين، انا هنا عاوز اسماء بس يا جماعة، انا بقول التفاصيل عشان لو حد عاوز يعرف التفاصيل، انما انا عاوز اسماء بس. اول واحد كان اسمه البوست جانجليونيك، ثم بعد كده الاوربيتال برانشز، ثم الفارينجيال برانشز، ثم الجريتر بالاتاين، ثم الليسر بالاتاين، وعندنا واحده اسمها اسفينو بالاتاين نيرف. الاسفينو بالاتاين نيرف ده هنعرف ان هو يقسم الى شورت اسفينو بالاتاين ولونج اسفينو بالاتاين. بيغذوا ايه بقى وبيروحوا فين وبيعملوا ايه، الكلام ده كله بالنسبه لنا مش مهم قوي، ولكن كتفاصيل احنا مش عاوزين التفاصيل، التفاصيل قراءه، انا عاوز بس اسماء البرانشز دي كاسماء فقط لا غير. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي مكتوب فيها واقول لحضراتكم التفاصيل عشان لو حد حابب يعرفها برضو، انما هي مش بتاع الامتحانات، بتاع الامتحان هي الاسماء فقط. لعل الدور معانا زي ما قلنا هي البرانش بتاعت السفينو بالاتاين جانجليون، وقلنا ان هما بيكونوا كالاتي. اول حاجه بوست جانجليونيك فايبر، دي اللي كانت الباراسيمباثيك بعد ما عملت ريلي اللي كانت بتروح الماجزيلاري نيرف والطريق الطويل بتاعها اللي هو كان ماجزيلاري نيرف زيجوماتيك نيرف زيجوماتيك تمبرال ثم اللاكريمال نيرف لحد توصل للاكريمال جلان. تاني حاجه كانت اسمها الاوربيتال برانش. انا عايز اسماء فقط، بكرر تاني التفاصيل انا هقولها للي حابب يعرف التفاصيل، انما احنا محتاجين اسماء فقط. بالنسبه للاوربيتال برانش بيقول اللي بيكونوا اتنين او تلات برانشات بيخشوا الاوربت عن طريق انفيرور اوربيتال فيشر اللي هو كان المدخل اصلا بتاع التريجو بالاتاين للعين اللي كان اسمه الانفيرور اوربيتال فيشر عشان يغذي البري اوستيوم. البري اوستيوم اللي هو غلاف العظم وبيحمل سكريتو موتور فايبر برضو للاكريمال جلاند كمساعده، انما ده بيغذي البري اوستيوم اللي هو غلاف العظم بتاع تجويف العين. عندنا حاجه اسمها الفارينجيال برانش، والفارينجيال برانش ده بيعدي عن طريق قناه اسمها البلاتو فاجينال. البلاتو فاجينال دي هي القناه الواصله بين التريجو بالاتاين فصه عشان تودي للنيزو فارين. التريجو بالاتاين فصه للنيزو فارينكس، واللي بيحمل السنسيشن من النيزو فارينكس والفارينجيال اند اوف اوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب دي القناه اللي واصله الاير بالفارينكس. مش محتاج اعرف الكلام ده، انا عاوزك بس تعرف ان هو بيغذي النيزو فارينكس. بعد كده عندنا ثلاثه بالاتاين، جريتر بالاتاين وليسر بالاتاين وسفينو بالاتاين. جريتر بالاتاين وليسر بالاتاين وسفينو بالاتاين. الجريتر بالاتاين بيقول ان هو بيعدي في الجريتر بالاتاين كانال. الليسر بالاتاين بيقول لي بيكونوا 3 او من 2 ل 3 برانشات بيعدوا من الليسر بالاتاين فورامين عشان يغذوا السوفت بالات والتونس. يعني هم بيعدوا من فورامين اسمها الليسر بالاتاين، ده بيكون موجود في الهارد بالات. الاجزاء دي يا جماعه في الهارد بالات، الليسر بالاتاين والجريتر بالاتاين دول بيكونوا في الهارد بالات. بيقول لحضراتكم ان هو بيغذي السوفت بالات اللي هو الجزء اللي بيكون في اخر السقف بتاع الماوس خالص، والتونس اللي هي اللوز. انما الجريتر بالاتاين بقى بيقول ده بيدي برانش بيغذي اللاترال وول اوف نوز. اللاترال وول اوف نوز معناها الجدران الجانبيه بتاعت النوز. الجدران الجانبيه بنقسمها اربع ارباع، ربعين قدام وربعين ورا. الربعين اللي قدام واحد فوق وواحد تحت، والربعين اللي ورا واحد فوق وواحد تحت. بيقول لحضراتكم الجريتر بالاتاين ده بيدي برانش اسمه انفيريور بوستيريور لاترال نيزل نيرف. انفيريور بوستيريور لاترال نيزل، يبقى هيغذي اللاترال وول بتاعه النوز البوستيريور ناحيه تحت، يعني هيغذي الربع السفلي من النص الخلفي من اللاترال وول بتاع النوز.
مكتوب تو سبلاي الانفيريور بوستيريور كوادرانت اوف اللاترال وول اوف النوز، وبعد كده هيغذي الهارد بلت. عاوزك تعرف ان هو بيغذي الهارد بلت، الجريتر بلاتاين للهارد بلت والليسر بلاتاين للسوفت بلت، ده اللي عاوزك تعرفه. الجريتر بلاتاين للهارد بلت والليسر بلاتاين للسوفت بلت، انما جزء اللاترال وول بتاع النوز ده ان شاء الله هيجي لنا في اخر كتاب النك في الترم الثاني، وهناخد ساعتها بالتفصيل ونتكلم عنه بالتفصيل. الليسر بلاتاين قلنا بيغذي السوفت بلت والتونسل، بالنسبه للسفينو بلاتاين بيقول لي بيعدي فورامن اسمها سفينو بلاتاين فورامن، مش عاوز الكلام ده كله، وبيكون برانشين اتنين. شورت سفينو بلاتاين ده بيغذي الربع العلوي من النص الخلفي. احنا قلنا يا جماعه بصوا اللاترال وول بتاع النوز، لو قلنا ده كده اللاترال وول بتاعت النوز بتكون الاول مقسمه الى نصفين اتنين، نص قدام ونص ورا، ثم كل واحد بقى كده يقسم فوق وتحت. يبقى ده كده اللي فوق بتاع اللي ورا وده اللي تحت بتاع اللي ورا. بيقول لحضراتكم ان الجريتر بلاتاين نيرف بيغذي اللي انا هعلم عليه حالا ده، بيغذي الانفيريور بوستيريور كوادرانت اللي هو الربع السفلي الخلفي، ده بتاع الجريتر بلاتاين. انما بيقول لحضراتكم الشورت سفينو بلاتاين ده بيغذي الجزء الخلفي العلوي اللي هو الربع الخلفي العلوي، عشان كده بقول لحضراتكم مكتوب سوبيريور بوستيريور لاترال نيزل. انما اللونج سفينو بلاتاين الاسم التاني بتاعه نيزو بلاتاين، ده بيغذي النيزل سبتم اللي هو الشق، او اسف اللي هو الجدار بتاع النوز اللي هو فاصل النوز الى نصفين اتنين اللي اسمه النيزل سبتم. عاوزك هنا تعرف لي اسماء، ولو عاوز تعرف تفاصيل زياده شويه البوستنج يونيك عرفنا تفاصيله. الاوربيتال برانش ده بيكون للبريوستيوم، الفارنجيال برانش للنيزو فارينكس، الجريتر بلاتاين للهارد بلت، الليسر بلاتاين للسوفت بلت، والسفينو بلاتاين اتنين، واحد للنوز واحد للنيزل سبتم. الشورت بيكون للنوز واللونج بيكون للنيزل سبتم. مش هتتسال في التفاصيل دي كتير، انا عاوزك بس تعرف لي اسماء زي ما قلنا، تعرف لي الاسماء فقط. ده كده بالنسبه للبرانشز بتاعت السفينو بلاتاين. يجي حد يسالنا بقى ويقول لي طب يا دكتور احنا خدنا البرانشز بتاعت السفينو بلاتاين، ليه ما قلناش برانشز في الاوبتيك جانجليون؟ هو قال لك برانشز في الاوبتيك جانجليون بس ضمنيا. ازاي؟ ما هو قال لك ان الباراسمباثيك بيطلع البوست جانجليونيك بتاعه يخش الاوريكولو تيمبورا. طب ما هو ده برانش منه، ان البوست جانجليونيك رايحين في الاوريكولو تيمبورا عشان يوصلوا لباروتيد جلاند. قال لك ان السمباثيك بيروح يغذي البلاد فيسل بتاعه الباروتيد، ما هو ده برانش منه طالع من الجانجليا رايح للبلاد فيسل. قال لحضراتكم ان النيرف تو الميديال تريجويد بيعدي في الجانجليا ويطلع منه اتنين، نيرف تو تنسور بلاطاي ونيرف تو تنسور تيمباناي، يبقى دي برانشز برضو. يبقى الاوبتيك جانجليون كانت بتطلع اربع برانشات، انا بتكلم عن الاوبتيك كانت بتطلع اربع برانشات، بارا يخش في الاوريكولو تيمبرال والسمباثيك يخش في الاوريكولو تيمبرال. البارا يروح للغده كسكريتو موتور والسمباثيك يروح للاوعيه الدمويه، وكان عندنا الاثنين الموتور اللي هم نيرف تو التنسور بلاتاي ونيرف تو التنسور تيمباناي. ده كده بالنسبه للاثنين جانجليون اسمها الاوبتيك جانجليون والسفينو بلاتاين جانجليون. بكرر تاني يا جماعه اعملوها مقارنه، واهم حاجه تعرفها لي هنا ان اللارجست هي السفينو، والبارا سمباثيك بتاع السفينو كان ريليتد للسيفنس، انما الاوبتيك كان ريليتد للناينس. ثم بعد كده العصب اللي كان بيشيل البوست انيونيك هنا ايه وهنا ايه، السمباثيك كان بيعمل بليكسس حوالين مين؟ في الاوبتيك كان حوالين الميدل مننجر، انما في السفينو حوالين الانترنال كاروتيد، وده كان موتور وده كان سنسور. ده اهم حاجه عاوزك تعرفها لي في الموضوع كله بتاع الاوبتيك جانيون والسفينو بلاتاين، وخصوصا ريليتد لعصب ايه السابع والتاسع، والسمباثيك عامل بليكسس حوالين مين؟ الميدل مننجيال والانترنال كاروتيد. دولت يتصمم لان واحد من دول هيكون موجود عندكم في الامتحان. ده كده بالنسبه للجانجليا اللي اسمها السفينو بلاتاين جانجليون، اللي عليه الدور معانا حالا بقى ان احنا نتكلم في اول ارتري موجود في الانفرا تيمبرال فصة. كده خلصنا الاثنين نيرف اللي هم المانديبولار نيرف والماكسيلاري نيرف، خلصنا الاثنين جانجليا اللي هم الاوبتيك جانجليون وسفينو بلاتاين جانجليون، اللي عليه الدور معانا بقى نخش على الفيسل اللي هم هيبقوا اتنين برضو، ماكسيلاري ارتري ومعانا التريجويد فينوس بلكسس. طبعا التريجويد فينوس بلكسس مش متحدده من اجزاء الامتحان، وبالتالي الجزء الاهم بالنسبه لنا هو الماكسيلاري ارتري. تعالوا بقى نشوف الماكسيلاري ارتري ونتكلم فيه بالتفصيل. اللي عليه الدور معانا هي الفيسلز اوف انفرا تيمبرال فوسا اللي قلنا هيبقوا اتنين، الاساسي بالنسبه لنا هو الماكسيلاري ارتري. الماكسيلاري ارتري هنحتاج نعرف فيه ايه؟ هنحتاج نعرف فيه الاتي، بس محتاج الاول اقول لحضراتكم معلومه. احنا خدنا مانديبولار نيرف وماكسيلاري نيرف، مفيش حاجه عندنا اسمها المانديبولار ارتري، مفيش حاجه اسمها المانديبولار ارتري، في حاجه اسمها الماكسيلاري ارتري بس. وبالتالي الاجزاء اللي كانت بتغذى كنيرف بالمانديبولار نيرف هنبص نلاقيها بتغذى كارتري بالماكسيلاري ارتري. تاني الحته دي، احنا ما عندناش حاجه اسمها المانديبولار ارتري، احنا عندنا مانديبولار نيرف وماكسيلاري نيرف، انما كارتري عندنا ماكسيلاري ارتري بس. وبالتالي اللي واخد تغذيه الانفرا تيمبرال فوسه كلها هو الماكسيلاري ارتري. ده بيقول لكم في الماكسيلاري ارتري محتاجين نعرف الاوريجن طالع منين، الكورس بتاعه ماشي ازاي، والبرانشز بتاعته ايه، التفرعات بتاعته.
اول حاجه بيبدا بالاوريجن، بيقول لحضراتكم ان المجزيلاري ارتري ده كان واحد من الترمينال برانش بتاعه الاكسترنال كاروتيد ارتري. الناس لو تفتكر في المحاضرات السابقه اللي هي في الاول خالص كنا بنقول عندنا ارتري اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري ده بيجي ورا النيك بتاعه الماندبل، بيجي عند الباروتيد جلاند كده لو تفتكروا، حتى كان من ضمن الحاجات اللي بتخش جوه الباروتيد جلاند. وهو جوه الباروتيد جلاند بيدي برانشين، واحد يطلع لقدام اسمه ماجزيلاري ارتري، وواحد يطلع لفوق كان اسمه سوبرفيشال تيمبرال ارتري. وبالتالي الماجزيلاري ارتري واحد من الاثنين تيرمينال برانش بتاع الاكسترنال كاروتيد، يعني ده تفرع نهائي من ارتري كبير اسمه الاكسترنال كاروتيد. مكتوب عند حضراتكم بيقول it is the larger of the two terminal branches of external carotid artery، ده الاكبر من الاثنين النهائيين بتوع الاكسترنال كارود اللي هم كانوا مين اصلا؟ الماجزيلاري والسوبرفيشال تيمبرال. كانوا موجودين فين؟ كانوا موجودين ورا النك بتاع الماندبل، بيقول لي ارايز بيهايند النك اوف ماندبل، وكانوا جوه الباروت الجلاند، لان كان الاكسترنال كارود يخش جوه الباروت الجلاند ويدي تفرعين نهائيين، واحد يطلع لفوق اسمه سوبرفيشال تيمبرال، واحد يطلع لقدام اسمه الماجزيلاري ارتري. يبقى الماجزيلاري ارتري واحد من التفرعين النهائيين بتوع الاكسترنال كاروتيد. الكورس بتاعه بيقسم ثلاث اجزاء بناء على العضله اللي اسمها اللاترال تريجوي. الكورس بتاعه بيقول اتس ديفايدد انتو 3 بارت اكوردنج تو اللاترال تريجويد، بناء على العضله اللي اسمها اللاترال تريجويد. وركزوا في دي كويس قوي. الناس لو فاكره كنا بنقول ان الماجزيلاري ارتري كان بيعدي ديب للتي ام جي، كان بيعدي ديب للتي ام جي. وكنت عاوزك هنا تعرف لي معلومه مهمه قوي، الماجزيلاري ارتري يا جماعه كنا لما خدنا اللاترال تريجويد كنا قلنا ان هو بيعدي بتوين التو هيد اوف لاترال تريجويد، كان من ضمن الحاجات اللي بتعدي بتوين التو هيد اوف لاترال تريجويد. ده كان الجزء الاخير منه. عاوزين نعرف من الاول بقى، من الاول بيقول لحضراتكم كالاتي، اللاترال تريجويد كان لها اتنين هيد، ابر هيد ولور هيد. بنلاقي ان الماجزيلاري ارتري ماشي تحت اللور هيد، ماشي بالعرض تحت اللور هيد، ثم يطلع لفوق يقطع اللور هيد سيان سوبرفيشال ليها او ديب ليها، يعني هيطلع لفوق يوم مخترق اللور هيد سيان بقى يبقى سوبرفيشال او ديب، ثم يعدي بتوين التو هيد بتوع اللاترال تريجويد. مكتوب عند حضراتكم بيقول ان هو مقسم لثلاث اجزاء بناء على اللاترال تريجويد. الجزء الاول بنسميه فيرست بارت، والثاني بنسميه سكند بارت، والثالث بنسميه الثيرد بارت. يبقى احنا عندنا كالاتي، اول حاجه الفيرست بارت ده بيكون ماشي على اللور بوردر اوف لاترال تريجويد، السكند بارت بيكون معدي يا سوبرفيشال يا ديب لللور هيد اوف لاترال تريجويد، الثيرد بارت بيعدي بتوين التو هيد اوف لاترال تريجويد. هرسمها لحضراتكم برضو عشان خاطر تبقى متقنينها كويس قوي. لو قلنا ان احنا مبدئيا كده هنرسم النك بتاعه الماندبل، يبقى ده كده ادي ادي الهيد، ادي الهيد وادي النك بتاعت الماندبل، وادي كان عندنا الريمس اهو، وكان الكورونال بروس موجود، بس انا عاوز الهيد والنك بس. بيقول لحضراتكم ان احنا كنا بنيجي نبص نلاقي في ارتري كبير موجود هنا، الارتري ده كان اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري ده كان بيدي تفرعين اتنين، واحد يطلع لفوق اسمه سوبرفيشال تيمورال، واحد يعدي لقدام اسمه الماجزيلاري اللي احنا بنتكلم عنه حالا ده الماجزيلاري. المجزيلاري ده اول ما بيظهر يا جماعه بيقوم جاي معدي ديب للنك بتاعه الماندبل، ديب يعني وراها مستخبي وراها، وبالتالي لما بنيجي نعمله بنعمله على هيئه نقاط كده، على هيئه نقط لانه كان ديب ليها، وبالتالي بيقوم جاي الاول معدي ديب للنك بتاعه الماندبل. ثم بعد كده لو حضراتكم تفتكروا كان عندنا عضله موجوده هنا، العضله اللي كانت موجوده هنا كانت اسمها اللاترال تريجويد، اللي كانت ليها ادي ابر هيد وكانت ليها لور هيد، وكانت حاطه في التريجويد فوفيا اللي هي في المنطقه دي كده، دي كانت اسمها اللاترال تريجويد مصل اللي انا معلم عليها اللي انا رسمتها حالا دي. بيقول لحضراتكم بنيجي نبص للارتري اللي اسمه ماجزيلاري ارتري، بنلاقيه الاول اول ما بيظهر بيقوم جاي ظاهر تحت اللور بوردر اوف لاترال تريجويد، وده كده بنسميه الفيرست بارت، ماشي بالعرض بين ماشي بالعرض تحت اللور بوردر اوف لاترال تريجويد، ثم يقوم جاي طالع يقطع اللور هيد اوف لاترال تريجويد سيان سوبرفيشال ليها او ديب ليها، يعني ده ممكن كده او ممكن كده. نقوم جايين مسميين لحد هنا كده ده الفيرست بارت، الجزء اللي كان ماشي بالعرض تحت اللور هيد ده الفيرست بارت، انما الجزء اللي كان قاطع اللور هيد وطالع لفوق ده السكند بارت، ثم لما يمشي بتوين التو هيد اوف لاترال تريجويد ده الثيرد بارت. يبقى احنا عندنا الفيرست بارت بيكون ماشي بالعرض تحت اللور بوردر اوف لاترال تريجويد، السكند بارت بيكون طالع قاطع اللور هيد اوف لاترال تريجويد، الثيرد بارت بيكون معدي بتوين التو هيد اوف لاترال تريجويد. بنيجي نبص نلاقي الفيرست بارت يا جماعه بيكون مطلع خمس برانشات، واحد ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع ادي الخامس.
السكند برضه بيكون مطلع 5 برانشات، ادي الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. الثيرد بارت هنعرف ان هو بيطلع برانشات كتيره، بس عاوزين نعرف الثيرد بارت بعد ما بيعدي بتوين التو هيد وفلاترال تريجويد بيروح فين. بيقول لي بيبص يلاقي نفسه موجود في تريجو بلاتاين فصه، تريجو بلاتاين فصه اللي احنا عمالين نتكلم عليها، ومنها بعد كده بيقوم جاي واخد بعضه ورايح للانفيريور اوربيتال فيشر. يعني هو الاول بيخش في التريجو بلاتاين فصه، وبعد التريجو بلاتاين فصه بيعدي في الانفيرير اوربيتال فيشر. وطبعا بما انه راح الانفيرير اوربيتال فيشر متفقين ساعه ما نسمع كلمه انفيرير اوربيتال فيشر يبقى اي حاجه بعدها هتتسمى الانفرا اوربيتال. ليه؟ لانه كان بيعدي في الانفرا اوربيتال جروف والانفرا اوربيتال كانال ويطلع من الانفرا اوربيتال فورامين، فيبقى اي حاجه معديه فيها بنسميه الانفرا اوربيتال. في الماجزيلاري نيرف لو تفتكرهم كنا خدنا الانفرا اوربيتال نيرف، هنا بقى هيبقى اسمه الانفرا اوربيتال ارتري. تاني كده الحته دي، وانا حابب ان انا اكملها لكم للاخر عشان برضو لما نيجي نقراها في الكلام اكملها لكم للاخر. الفيرست بارت معدي عند اللور بوردر اوف لاترال تريجويد، السكند بارت كان قاطع اللور هيد بتاعت لاترال تريجويد، الثيرد بارت معدي بتوين التو هيد عشان يروح التريجويد او التريجو بلاتاين فصه. من التريجو بلاتاين فصه بيروح لحته اسمها الانفيريور اوربيتال فيشر، من الانفيريور اوربيتال فيشر يروح انفرا اوربيتال جروف وانفرا اوربيتال كانال وانفرا اوربيتال فورامين ويبقى اسمه انفرا اوربيتال ارتري. ده كده بالنسبه للماكسيلاري نيرف ككورس وكريليشن. وبالنسبه للبارتس بتاعته قلنا الفيرست بارت طلع 5 برانشات هنعرفهم حالا، السكند بارت بيطلع 5 برانشات برضه، الثيرد بيطلع برانشات كتير هنعرفها كلها حالا. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي مكتوب فيه مكتوب ازاي. قلنا الماكسيلاري ارت ده كان واحد من الاثنين تيرمينال برانشز بتوع الاكسترنال كارود اللي هو كان سوبرفيشال تيمبرال وماكسيلاري. الماكسيلاري كان هو الاكبر، قلنا بيقسم 3 برانشات بناء على عضله، مين العضله دي؟ لاترال تريجويد. الفيرست بيقول لي ران هوريزونتال، بيكون ماشي بالعرض، الاول ديب للنيك اوف ماندبل زي ما قلت لحضراتكم، بعد كده يكمل عند اللور بوردر اوف لاترال تريجويد. السكند بارت بيقول لي بيطلع لفوق وفورورد، يا اما سوبرفيشال يا ديب للور هيد بتاعت لاترال تريجويد. الثيرد بارت بيقول لي بيعدي بتوين التو هيد اوف لاترال تريجويد عشان يخش التريجو بلاتاين فصه ومنها للانفيرير اوربيتال فيشر. عاوزك تكمل لي بقى، من الانفيرير اوربيتال فيشر يبقى اسمه انفرا اوربيتال ارتري، يخش الانفرا اوربيتال جروف ثم الانفرا اوربيتال كانال ثم يطلع من الانفرا اوربيتال فورامين. كمل لي اللي انا قلته ده، هيبقى اسمه انفرا اوربيتال ارتري اللي يخش في الانفرا اوربيتال جروف ثم كانال ثم يطلع على الفيس بره من حاجه اسمها الانفرا اوربيتال فورامين. بالنسبه للبرانشز بقى، قلنا البرانشات بنقسمها برانش فروم الفيرست بارت وبرانشات فروم السكند بارت وبرانشات فروم الثيرد بارت. نبدا الاول برانش فروم الفيرست بارت، ودولت يا جماعه بنختصرهم في سكيما كلمه مياده. مياده اول حاجه الام ميدل منينجيال ارتر، وهنا مش عاوز تفاصيل خالص، انا عاوز اسماء بس، لان بيجي في الامتحان يقول لك كل مما يلي برانشات من الفيرست بارت ما عدا، كل مما يلي برانشات من السكند بارت ما عدا، كل مما يلي برانشات من الثيرد بارت ما عدا، مش هيسالك عن اي تفاصيل خالص، انا عاوزك تحفظ لي الاسماء بتاعه البارت بتاعه الماكسيلاري ارتري صم، اسماء وكل واحد طالع منين. احنا قلنا بتاع الفيرست بارت مياده، الام ميدل منينجيال، الاي انفيريور الفلر ارتري، الاي اكسسوري مينينجيال ارتري، الدي ديب اوريكولار، والاي الاخيره انتيريور تيمبانيك. تاني هم تقولنا كلمه مياده، ام اي اي دي اي، الام ميدل مينينجيال، الاي انفيريور الفلر، الاي اكسسوري مينينجيال، الدي ديب اوريكولار، الاي الاخيره انتيريور تيمبانيك. عشان الناس اللي عاوزه تعرف تفاصيل برضه، الميدل مينينجيال ارتر ده من اسمه مينينجيال يعني بيغذي المينينجيس، وهو ميدل يبقى بيغذي المينينجيس بتاعت الميدل كرينيال فصه، فيقول ان هو بيخش الكرينيال كافيتي عن طريق الفورامين سباينوزا. لو تفتكرهم اللي كان بيخش فيها النيرفوس سباينوزاس اللي كان طالع من الترانك بتاع المانديبولار نيرف عشان يغذي الديوره بتاعت الميدل والانتيريور كرينيال فصه. بالنسبه للانفيرور الفلر ارتري بالظبط بيكون زي الانفيرور الفلر نيرف، بقول لحضراتكم ان هو بيخش المانديبولار فورامين ويدي المايلو هيدا قبل ما يخش ويبقى يدخل المانديبولار كانال ويغذي التيس، وكان بيدي 2 برانش منتال وانسايزور عشان يطلع من المنتال فورامين. نفس الكلام بالظبط اللي قلناه في الانفيرور الفلر نيرف، بس بدل كلمه نيرف هتقول لي كلمه ارتري. بالنسبه للاكسسوري مينينجال بيقول لي بيخش كرينيال كافيت عن طريق فورامين اوفال عشان يغذي الديوره بتاعه الميدل كرينيال فصه والتراجمينال جانجل والمانديبولار نيرف. لو انت عاوز تعرف حاجه من التفاصيل دي اعرف لي ان الميدل مينينجال ارتري بيخش السكال تاني عن طريق فورامين سباينوزا، والاكسسوري مينينجال ارتري بيخش السكال تاني عن طريق الفورامين اللي اسمها الفورامين اوفال.
الميدل مننجيال كان بيغذي المننجيز تحت الميدل كرينيال فوسه والانتيرور كرينيال فوسه، الاكسسور كان بيغذي الميدل كرينيال فوسه ويغذي الترايجيمينال جانجليون بالدم لانها عصب محتاج دم، ويغذي المانديبولار نيرف بالدم لانه عصب محتاج دم. انفيرور الفلر ارتري بالظبط زي الانفيرور الفلر نيرف، بس بدل كلمه ارتري هتحط كلمه نيرف. سؤال الامتحان بيجي هنا ايه؟ يقول لحضراتكم كل مما يلي من برشيت الفيرست بارت ما عدا، كل مما يلي من السكند بارت ما عدا، كل مما يلي من الثيرد بارت ما عدا. بتوع الفيرست بارت مياده، الام ميدل مننجيال، الاي انفيرور الفلر، الاي اكسسوري مننجيال، الدي ديب اوريكولار، الاي الاخيره انتيريور تيمبانيك. وده كده بالنسبه للبرانشز اوف الفيرست بارت. تعالوا ناخد بقى البرانشز اللي طالعه من السكند بارت والثيرد بارت. بالنسبه للبرانشز فروم السكند بارت والبرانشز اللي طالعه من الثيرد بارت، بتوع السكند بارت يا جماعه اكتبوا لي جنبها للمصل اوف ماستيكيشن باسماء المصل اوف ماستيكيشن معاهم بقل، للمصلز اوف ماستيكيشن زائد بقل لانهم بيكونوا خمسه. فاكرين المصل اوف ماستيكيشن كان عددهم كام؟ اربعه. فاكرين ان النيرفات اللي كانت بتغذيهم كانوا اربعه، كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم ديب تيمبرال نيرف ومسيتريك نيرف ونيرف تو لاترال تريجويد ونيرف تو ميديال تريجويد. شيل لي كلمه نيرف وحط لي كلمه ارتري يديك الاربع برانشات بتوع السكند بارت، وزود لي كلمه بقه الارتري يبقى ده الخامس بتاعهم. وبالتالي البرانشز فروم السكند بارت لعضلات، رايحين لعضلات اللي هم المسل اوف ماستيكيشن والباكسينيتور، للمسلز اوف ماستيكيشن والباكسينيتور. اللي رايح للتيمبوراليس مسل بنسميه الديب تيمبرال برانش، اللي رايح للمسيتر بنسميه المسيتريك. ده دم يا جماعه، ده رايح يغذاه بالدم مش رايح يغذاه اعصاب. اللي كنا خدناهم في اللي فات كله كان رايح يغذاه اعصاب، ده دم، ده رايح يوصل له غذاء اكسجين وغذاء بالدم. وبالتالي عندنا ارتري اسمه الديب تيمبرال ارتري، ده رايح يغذي التيمبوراليس بالدم. مسيتريك ارتري رايح يوصل لها دم. لاترال تريجويد برانش رايح لللاترال تريجويد مسل. ميديال تريجويد برانش رايح للميديال تريجويد مسل. بقل ارتري رايح للباكسينيتور. وبالتالي البرانشات بتوع الفيرست بارت اختصارهم كلمه مياده، البرانشات بتوع السكند بارت مسلز بتوع عضلات، برانشات الثيرد بارت بقى اسكيمتهم نفس اسماء برانشات السفينو بالاتاين جانجليون والماكسيلاري نيرف، نفس اسماء برانشات السفينو بالاتاين جانجليون والماكسيلاري نيرف. كمان مره، نفس اسماء برانشات التريجو بالاتاين جانجليون او السفينو بالاتاين جانجليون والماكسيلاري نيرف. تلاقي اول حاجه بيقول لحضراتكم بوستيريور سوبيريور الفلر ارتري، كنا خدنا ده لو تفتكروا في الماكسيلاري نيرف، بوستيريور سوبيريور الفلر نيرف. هنا بقى اسمه بوستيريور سوبيريور الفلر ارتري. بقول لحضراتكم هنا بقى ده بيغذي المولر والبريمولر، مش عاوز تفاصيل هنا خالص حتى ما تقراهاش. بيقول لحضراتكم ان هو بيطلع من المجزلري ارتري مجرد ما بيكون داخل التريجو بالاتاين فصة، بينزل على البوستيريور سيرفيس اوف ماكسيلا، يعني ينزل على الجزء الخلفي من المجزلة، يخش الالفلر كمان عشان يغذي المولر والبريمولر والساينس والجم. عايزك بس لو عاوز تعرف حاجه اعرف ان هو بيغذي المولر والبريمولر. تاني واحد اسمه الفارينجيال ارتر، تفتكروا كنا خدنا حاجه اسمها الفارينجيال نيرف من شويه من برانشات السفينو بالاتاين جانجليا، ده كان نيرف، هنا كارتري اسمه الفارينجيال ارتري اللي كان بيخش في البلاتو فاجينال كانال عشان يغذي النوز ويغذي النيزو فارينكس. كنا هناك برضو بيغذي النيزو فارينكس، بس هكرر مش عاوز تفاصيل يا جماعه، مش عاوز تقعد تقرا لي تفاصيل كتير وتتعب نفسك. انا عاوزك تعرف ان عندنا واحد اسمه البوستيريور سوبيريور الفلر، ده طالع من الثيرد بارت. فارينجيال ارتري اللي طالع من الثيرد بارت باختصار شديد جدا، بتوع الفيرست بارت مياده، بتوع السكند بارت عضلات، بتوع الثيرد بارت نفس اسماء السفينو بالاتاين جانجلون والماكسيلاري نيرف. بيجي كاسماء، بيجي كاسماء، بيجي في الام سي كيو كاسماء. تعالوا نخلص برانشات الثيرد بارت ونكملها بقى نشوف بيقول فيها ايه بعد كده. بيقول لي بعد كده عندنا الانفرا اوربيتال ارتري، وعندنا جريتر بالاتاين، وعندنا الليسر بالاتاين، وعندنا السفينو بالاتاين، وعندنا الارتري اوف تريجويد كانال. زي ما قلت لحضراتكم هو نفس اسماء الماكسيلاري نيرف والسفينو بالاتاين جانجلي. بالنسبه للانفرا اوربيتال ارتري كنت قلت لك اصلا زوده لي مع الثيرد بارت، لما كنا بنقول الثيرد بارت بيعدي بتوين التو هيد عشان يخش التريجو بالاتاين فصه ومنها للانفيرور اوربيتال فيشر. بعد كده بيقول لحضراتكم بقى الثيرد بارت بيخش الانفيرور اوربيتال فيشر يروح للانفرا اوربيتال جروف والانفرا اوربيتال كانال عشان يبقى اسمه الانفرا اوربيتال ارتري، ثم يطلع بره من الانفرا اوربيتال فورامن
مع الانفرا اوربيتال نيرف. الكلام اللي انا اصلا ممله لكم من شويه ان اي حاجه بتخش في الانفيريور اوربيتال فيشر بيبقى اسمها الانفرا اوربيتال، سيان نيرفا وارتري، بتمشي في جروف وكنال وفورامين. وفي القناه بيقول لي هنا بيدي حاجتين، بيدي ثلاث حاجات لو فاكرين، كانوا برضو قال لحضراتكم في الماجزيلاري نيرف وهو معدي في المنطقه دي كان اسمه الانفرا اوربيتال نيرف، وكان بيدي الميدل سوبيريور الفر والانتيريور سوبيريور الفر. هناك كانوا نيرف، هنا كانوا ارتري، وهنا بقول لحضراتكم معاهم اوربيتال برانش. هكرر، محتاج تعرف الحاجات دي؟ لا مش محتاج تعرفها، محتاج تعرف الاسماء بس. تعرف ان الانفرا اوربيتال ارتري معانا كمان ميدل سوبيريور الفلر وانتيريور سوبيريور الفلر. الميدل بيقول لي بيغذي الابر تيس، انما الانتيريور بيغذي الماكسيلاري ساينس والجم، والاوربيتال بيغذي الاوربيتال ستراكشر. الجريتر بالاتاين ده بيقول لحضراتكم ان هو بيخش في الجريتر بالاتاين كنال. انا بقرا بس الكلام عشان يعني ايه يبقى ارضاء لضمير الناس، انما هو ما بيجيش في الامتحان خالص يا جماعه ولا هتتسال فيه ابدا. بيقول ديسند ثرو الجريتر بالاتاين، بعد كده بيطلع من الجريتر بالاتاين فورامين، بيمشي في جروف كده في الهارد بلد، يروح للانسايسيف كانال، دي بتكون موجوده ورا الانسايزورز على طول، يقوم جاي رايح النيزل سبتم، يعمل انستموزس هناك مع ارتري اسمه سفينو بالاتاين ارتري. اللي هو فين السفينو بالاتاين؟ السفينو بالاتاين ارتري ده بيقول لي ان هو بيخش الفورامين، يطلع لللاترال وول بتاع النوز، وبيعمل انستموزس مع الجريتر بالاتاين. عاوزك بس تعرف لي ان الجريتر بالاتاين بيعمل انستموزس مع السفينو بالاتاين، بس الجريتر بالاتاين بيعمل انستموزس مع السفينو بالاتاين. الحته اللي انا هقولها حالا دي هي الحته الوحيده المهمه مع الاسماء. بيقول لي السفينو بالاتاين بيعمل انستموزس مع الجريتر بالاتاين وبرانش من السوبيريور ليبيال. سوبيريور ليبيال ده لو تفتكروا كان طالع من الفيشيال ارت اسمه سيبتال برانش عند الانترو انفيريور بارت بتاع النيزل سبتا، الجزء الامامي السفلي بتاع النيزل سبتا اسمها الليتلز اريا. والليتلز اريا دي المنطقه اللي الناس بتنزف منها من النوز، الناس اللي بيجي لهم نزيف من النوز اللي بنسميه الابستاكسز، اللي بعض الناس بتسميه الرعفه، بيقول ده الكومون سايت اوف نوز بليدنج، ده المكان المشهور جدا لنزيف الانف. عاوزك تعرف لي ان المنطقه اللي اسمها الليتلز اريا ده، الكلام اللي انا عاوزه يا جماعه مع الاسماء. الاسماء بتاعت الثيرد بارت كان بوستيريور سوبيريور الفلر وفارنجيال وانفرا اوربيتال اللي كان بيدي الميدل سوبيريور الفلر والانتيريور سوبيريور الفلر، ثم جريتر بالاتاين وليسر بالاتاين وسفينو بالاتاين وارتري تريجويد كانال. ده اللي انا عاوزه. ايه اللي انا محتاجه مع ده؟ تعرف لي الاتي، عندنا منطقه اسمها الليتلز اريا. الليتلز اريا دي المنطقه المشهوره جدا للابستاكسز. الابستاكس ده اللي هو نزيف النوز، الناس اللي بينزل لهم دم من النوز اللي هي الرعفه، لما واحد يجي اي حاجه تلاقيه قام جاي بينزف من النوز. بينزف منين؟ منطقه اسمها الليتلز اريا. الليتلز اريا دي الموست كومون سايت فور نوز بليدنج، اشهر مكان بيحصل منه نزيف من النوز. موجوده فين؟ موجوده على النيزل سبتا. فين تحديدا؟ في الانفيريور بارت اوف نيزل سبتم، الجزء السفلي من نيزل سبتم. قدام ولا ورا؟ لا قدام. يبقى الليتل اريا دي موجوده على اللور بارت اوف نيزل سبتم، الجزء السفلي من النيزل سبتم ناحيه قدام، ودي عباره عن اناستموزس بين ثلاثه ارتريز، عباره عن تجمع ثلاثه ارتريز. ايه الثلاثه ارتريز دول؟ الجريتر بالاتاين والسفينو بالاتاين والسبتال بتاع السوبيريور ليبيال. الجريتر بالاتاين والسفينو بالاتاين والسبتال برانش بتاع السوبيريور ليبيال. الناس لو فاكره في المحاضرات القديمه خالص كنا خدنا ارتر اسمه الفيشيال ارتر، الفيشيال ارتر ده كان بيطلع ارتر اسمه السوبيريور ليبيال للابر ليب. السوبيريور ليبيال ده هيطلع منه واحد اسمه السبتال برانش يروح للنيزل سبتم. هكرر دي تاني لان انا محتاج دي بس. بيقول لحضراتكم عندنا منطقه اسمها الليتلز اريا. الليتلز اريا دي منطقه اللي بيحصل فيها نزيف النوز اللي اسمه الابستاكسس. موجوده فين؟ موجوده على النيزل سبتم. فين؟ في الانفيريور بارت. فين؟ في الانتيريور بارت، يعني هي في الجزء السفلي ناحيه قدام، وكان فيها تجمع ثلاث شرايين، تجمع ثلاث شرايين، السفينو بالاتاين والجريتر بالاتاين والسبتال بتاع الليبيال ارتر اللي كان طالع من الفيشيال ارتر. دي محتاجين نعرفها مع الاسماء. يبقى بالنسبه للبرانش بتاعت الماجزيلاري ارتري محتاجين نعرف الكورس كويس جدا، محتاجين نعرف الاوريجين كويس جدا، محتاجين نعرف ايه اسماء برانشات الفيرست بارت، ايه اسماء برانشات السكند بارت. فيرست بارت مياده، سكند بارت ماسلز، ثيرد بارت بتاع السفينو بالاتاين جانجليون والماجزيلاري نيرف نفس الاسماء مع الليتلز اريا. تعرف لي كمان حته الليتلز اريا دي لانها بتيجي في الامتحانات كتيره. الليتلز اريا كانت منطقه تجمع ثلاث شرايين، مين هم؟ السفينو بالاتاين والجريتر بالاتاين والسبتال بتاع السوبيريور ليبيال. لازم نعرف دي كويس قوي. وكده خلص الماجزيلاري ارتري بكل التفاصيل اللي موجوده فيه. اخر حاجه معانا النهارده هي التريجويد فينس بليكسس،
والتريجويد فينوس بيكس يا جماعه مجرد قراءه لانها مش متحدده في جزء الامتحان، هو لحضراتكم بس كده مجرد قراءه على السريع، انما ما هيش معانا يعني اللي مش عاوز يقراها ما يقراهاش، ما فيش اي مشكله خالص. اخر حاجه معانا في الانفرا تيمورال فصه اسمها التريجويد فينوس بلكسس. احنا خدنا اتنين نيرف، ماكسيلاري نيرف ومانديبولار نيرف، خدنا اتنين جانجليا سفينو بالاتاين جانجليون والاوبتيك جانجليون، خدنا ارتري وهناخد فين، خدنا الارتري ماكسيلاري ارتري وهناخد الفين اللي اسمه التريجويد فينوس بلكسس. ايه هي التريجويد فينوس بلكسس دي؟ بيقولوا ديت شبكه من الاوعيه الدمويه، شبكه من الاورده بتسحب الدم اللي كان مودياه برانشات الماكسيلاري ارتري، يعني بتروح تشوف المجزري ارتري مود دم لفين وتقوم جايه هي الاوراده دي سحبه الدم اللي المجزري ارتري وداه، يعني ديت الفينات اللي بتكون مصاحبه لبرانشات المجزري ارتري، دي الفينات اللي بتكون مصاحبه لبرانشات المجزري ارتري، موجوده في الانفرا تمبرال فصه حوالين اللاترال تريجويد مصل، موجوده في الانفرا تمبرال فصه حوالين اللاترال تريجويد مصل، وفي الاخر خالص بيسحبها فين واحد اسمه المجزري فين، يعني هي عباره عن برانشات كتيره ماشيه مع برانشات الماكسيلاري ارتري، موجوده في الانفرا تمبرال فصه، في الانفرا تمبرال فصه حوالين اللاترال تريجويد، وفي الاخر بيسحبها فين واحد اسمه الماكسيلاري فين. الناس لو فاكره كان الماكسيلاري فين ده كان بيمسك مع السوبرفيشيال تمبرال عشان يكون بوستيرور فيشيال فين، لو تفتكروا الفينوس درينج بتاع الفيس والسكالب. بصوا بقى التريجويد فينوس بلكسس بيقول انها فينوس بلكسس ريسيف الفين اللي بتكون ماشيه مع البرانش بتاعت الماكسيلاري ارتري، موجوده فين؟ موجوده في الانفرا تمبرال فصه حوالين اللاترال تريجويد مصل، وقلنا انها بتتسحب ورا خلف كده بنلاقي في فين واحد بيسحبها اسمه الماكسيلاري فين، بيقول لي البوستيرور اند بتاعتها بتكون دريند عن طريق فين اسمه الماكسيلاري فين. ايه هو الماكسيلاري فين ده؟ بيقول ان هو فين بيسحب البوستيرور اند اوف لاترال تريجويد، بيكون ماشي مع الفيرست بارت اوف ماكسيلاري ارتري ديب النيك اوف ماندبل عشان يمسك مع السوبرفيشال تمبرال فين، الكلام ده خدناه في الفينوس درينج بتاع السكالب والفيس لما كان السوبرفيشال تمبرال مع الماكسيلاري جوه البارات الجلاند يقوم جايين مكونين حاجه اسمها البوستيرور فيشال فين. اللي انا هعلم عليه حالا ده يا جماعه ده كده التريجويد فينوس بلكس، الشبكه اللي حضراتكم شايفينها دي اسمها التريجويد فينوس بلكسس، ولو تاخدوا بالكم في فين صغير هنا كده، الفين الصغير ده واضح هو ده الماكسيلاري فين اللي كان بيمسك مع السوبرفيشال تمبرال عشان يدينا بعد كده البوستيريور فيشيال. التريجويد فينوس بلكسس دي بيقول لي ان لها كوميونيكيشن، كانت عامله اتصالات، حتى الناس لو تفتكر كان لها كان في اتصال مباشر، كان لو فاكرين الاتصال اللي كان بين الانتيريور فيشيال والكافيرنس ساينس، كنا بنقول ان كان عندنا في فين، الفين ده كان اسمه الديب فيشيال فين، الديب فيشيال فين قربت الانتيريور فيشيال فين بالتريجويد فينوس بلكسس، وبالتالي بيقول لي الديب فيشيال فين ده عباره عن فين رابط الانتيريور فيشيال فين بالتريجويد بلكسس. كانت بعد كده التريجويد بلكسس موديه اميشاري فين معدي من الفوره من اوفال رايح للكافيرنس ساينس، وبالتالي التريجويد فينوس بلكسس رابطه مع الكافيرنس ساينس عن طريق اميشاري فين بيعدي من الفوره من اوفال وفوره من لسرة، انا عاوز بس كلمه فوره من اوفال، الكلام ده خدناه قبل كده هرسمه للناس عشان الناس بس تفتكر، كنا بنقول ان عندنا الانتيرور فيشيال اهو وكان عندنا الكافيرنس ساينس موجوده هنا، كان في اتصال مباشر واتصال غير مباشر، كان عندنا اتصال مباشر عن طريق السوبر الاوفسالميك بين الانتيرور فيشيال وبين الكافيرنس ساينس، وكان اتصال غير مباشر عن طريق ان الديب فيشيال كان بيروح للتريجويد والتريجويد تبعت اميشاري فين يعدي من الفوره من اوفال يروح للكافيرنس ساينس، ده كده التريجويد فينوس بلكسس اهو، يبقى رابطه مع الانتيرور فيشيال بواحد اسمه الديب فيشيال ورابطه مع الكافيرنس ساينس بواحد اسمه اميشاري فين معدي من فورة من اسمها فورة من اوفال، بقول لحضراتكم انها رابطه مع بلكس اسمها الفارنجيال بلكسس ورابطه مع الانفيرور اوربيتال فيشر او رابطه من خلال الانفيرور اوربيتال فيشر مع واحد اسمه الانفيرور اوف سالميك اللي هو كان طريقه غير مباشره او يعني مش مهم تفاصيله قوي، هو كان اسمه الانفيرور اوف سالميك فين. الاتصالات اللي هي الانتيرور فيشر والكافيرنس قلناها قبل كده، الجديد بالنسبه لنا الفارنجيال بلكسس والانفيرور اوف سالميك فين، اكرر ده انا محتاجه هنا تاني، التريجويد فينوس بلكسس هي عباره عن تجميعه فينات كانت بتسحب الدم اللي كان اصلا بيوديه برانشات الماكسيلاري ارتري، كانت موجوده في الانفرا تمبرال فصه حوالين اللاترال تريجويد، كان بيسحبها فين اسمه الماكسيلاري فين، كان ماشي مع الفيرست بارت اوف ماكسيلاري ارتري عشان يمسك مع السوبرفيشيال تيمبرال فين يكون البوستيرور فيشيال جوه الباروت الجلاند، وكانت مرتبطه بالانتيرور فيشيال قدام بديب فيشيال، مرتبطه مع الكافيرنس ساينس فوق بامشاري فين، مرتبطه مع الفارنجيال بلكسس، مرتبطه مع الانفيريور اوف سالميك فين، ده كده بالنسبه للتريجويد فينوس بلكسس، وده كده بالنسبه للانفرا تمبرال فصه بالكامل، وده كده محاضره النهارده خلصت، يا رب تكونوا فهمتوها كويس، اللي عنده سؤال تحت امركم وربنا معاكم ان شاء الله في مذاكرتها.